حازم من حلب من سوريا. أنا مدرس لغة عربية لغير الناطقين بها. أنا حقيقة فرحت كثيرا بلقائكم جميعا عندما أرى أخي الأمريكي أو الفرنسي أو من أرمينيا أو من تركيا. هذا يفرحني كثيرا، ويفرحني أكثر أنكم تتعلمون اللغة العربية، لغتنا، حتى تفهمون أكثر. ثقوا تماما، عندما تأتون إلى هنا ستتعرفون على الناس أكثر، وكل ما في يزرع في أذهانكم من أخطاء ستتغير. أنا متأكد أنها تغيرت تماما إن شاء الله. أضف إلى ذلك أنكم عندما تتعلمون لغتنا ستفهمون الأمور بشكل أكثر. هذا ما رأيته عند ماوريتسيو والجميع يعني. وأهلا وسهلا بكم. سوريا ليست بيتكم الثاني، إنما هي الأول إن شاء الله. شكرا. ونحن ضيوف عندكم. شكرا لك. أهلا وسهلا بكم.